لمناقشة تزايد ظاهرة الفساد وخاصة في الموصل ما أثر على حياة المواطنين لا سيما في القطاع الصحي. تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتبة والباحثة العراقية ثائرة أكرم العقيدي. أستاذة ثائرة، مرحبا بكم. يعني رغم مرور 6 سنوات على انتهاء العمليات العسكرية في الموصل، لم تستعد المدينة الحياة وهناك بطء في عمليات إعادة الإعمار، ولكن من هي الجهات التي تقف وراء تعطيل وتيرة الإعمار رغم وجود مخصصات ودعم دولي لمدينة الموصل؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا مدينة الموصل ما زالت طبعا وجات الساحل الأيمن منها، والذي يعتبر مركز محافظة نينوى، على حالها منذ تحريرها من سيطرة تنظيم داعش في تموز 2017. نعم. حيث أنها لم تتقدم على صعيد الإعمار ورفع الأنقاض والمنازل التي هدمت بفعل قصف طيران التحالف الدولي، وحتى هناك ما زالت الجثث تحت الأنقاض التي لم تستكمل عملها، هذا بحسب ناشطين طبعا لدي تواصل معهم. وبالرغم من أن التقارير الحكومية والبرلمانية وتقارير المنظمات المحلية في العراق تفيد بأن هناك أكثر من 40,000 قتيل وجريح ومفقود بين المدنيين، وانهيار 70% من أبنية في المدينة، لأنها وعموم محافظة نينوى لم تشهد أي حملات لتعمير شبكات الطرق إضافة إلى المستشفيات وربط الكهربائي، فضلاً طبعاً عن تفشي الفقر والبطالة. ما زال آثار الدمار الذي لا يزال شاخصاً في حين يغيب عن أهلها استشتت في مخيمات النزوح ومدن عراقية أخرى، أما بعضهم فقد اختار الهجرة إلى الخارج وهم الأقلية المسيحية في الموصل. المدينة القديمة تمثل الذاكرة الحقيقية لمدينة الموصل، لا سيما أن غالبية الشخصيات المهمة نشأت وتربت فيها، وللأسف فإن حملات الإعمار التي قادتها الحكومة المحلية لم تشمل المدينة القديمة. المنظمات اللي وعدت ببناء المدينة القديمة وكذلك بعض من الدول العربية التي كانت قد تعهدت بمساعدة أهالي مصر لم تقدم شيئا للمتضررين. المدينة القديمة في الجانب الأيمن من الموصل لا تزال ركاما دون أي جهود لإعادة الإعمار أو تعوير لأهاليها عن خراب منازلهم أو يعني دفع كسب لإعمارها. ويعني هناك جماعات نافذة بعضها من خارج الموصل تحاول الاستيلاء على المنازل الكبيرة المهدمة على ضفاف نهر دجلة لاستثمارها مستقبلا كمشاريع سياحية. أستاذة ثائرة، أهم القطاعات التي لا تزال تعاني هو بطبيعة الحال القطاع الصحي، كيف ترين الوضع الصحي في نينوى إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن السوداني قام بافتتاح المستشفى العام منذ ما يقارب 6 أشهر؟ كيف ترين الوضع الصحي في المحافظة؟ نعم، طبعا واقع المؤسسات الصحية في نينوى بائس، حال باقي المؤسسات، وطبعا منها أقسام الطوارئ في مستشفيات الموصل الحالية اللي من المفترض أن تقدم الرعاية الصحية العاجلة للمرضى، تفتقر إلى أبسط العلاجات والمستلزمات الطبية كالإبرة والقطن والعلاجات البسيطة والمسكنات، طبعا ناهيك عن افتقارهم لسيارات الإسعاف. نعم. طبعا يعني قبل رغم افتتاح قبل عدة أشهر مستشفى الطوارئ بواقع ميستر، لأن هذا لا يتسع بالنسبة للكثافة السكانية لأهالي الموصل. القطاع الصحي في محافظة الموصل يواجه بطئا كبيرا في إعادة الإعمار. في بلد تعاني مؤسساته وبنيته التحتية الصحية التصدع منذ عقود. طبعا رغم مرور 6 سنوات على انتهاء المعارك في الموصل، إلا أن المستشفيات لم ينجز إعمارها وتشهد تلكؤ واضح. بسبب هذا التلكؤ سببه فقد الكثير من المرضى حياتهم. نعم. أستاذة ثائرة، في ظل مراجعة الأطباء لمرضاهم في غرف كرفانية، في هذا الحال المريض لا يثق في القطاع الطبي في محافظة نينوى، وكما ذكرت أن المرضى يسافرون ربما إلى بغداد أو إلى خارج العراق لتلقي العلاج.
في هذا الإطار، هل وضعت الحكومة حلا لفقدان الثقة في القطاع الطبي أستاذة ثائرة؟ نعم طبعا قبل اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لمنطقة يعني محافظة الموصل. نعم. كانت محافظة المينوى تمتلك 18 مستشفى رئيسي، تعرض 17 منها للتدمير، منها 3 مستشفيات رئيسية هي الأكبر، ابن سينا والجمهوري والسلام، إضافة إلى مستشفيات أخرى وبنسب تدمير متفاوتة، وهي الطب الذري والحروق وابن الأثير والثلاثمية والموصل العسكري والخنساء. اليوم الموصل تواجه الموصل اليوم الأمراض والأوبئة المتوطنة بالمدينة عبر بنية تحتية متهالكة جدا، قوامها مستشفيات شيدت عبر ما تعرف محليا، يعني نحن بالعامين نقول كربانات، أو الغرف الجاهزة التي تخلو من العلاجات والأجهزة والمستلزمات الطبية. الأمر الذي دفع المرضى من أهالي المحافظات السفر إلى أقليم كردستان للعلاج على نفقتهم. طبعا التلكؤ اللي بيحدث في معالجة هذه في معالجة هذا الملف، اليوم المواطن الفقير من أهالي الموصل لا يقدر على ثمن العملية والعلاج، ولا يقدر على السفر خارج العراق. يعني الناس الفقيرة ما عندها ثمن حتى علاج بسيط، يعني يا دوب المواطن في محافظة الموصل العام خاصة بأجر يوم يا دوب يعيش عائلته، فكيف إذا عنده مريض؟ نعم نعم. أستاذة ثائرة، بحسب ناشطين في الموصل يقولون إن مديرية صحة نينوى ينخرها الفساد المالي وأيضا الإداري، وأنها لم تسلم وبقيت خاضعة للمحاصصة الحزبية. أين الجهات الرقابية من هذا الفساد الذي يجري في محافظة نينوى؟ نعم طبعا منذ الأسابيع الأولى لتولي حكومة السودان مهامها، أصدرت قرارات، منها إقالة، من هذه القرارات إقالة فيها مدير عام صحة نينوى الأسبق صلاح طايف على خلفيات ملف فساد، وذلك عصبة تقديم أدلة تدين الطايف على مدار سنوات عدة، لكن تلك الأدلة تم تجاهلها بسبب الدعم السياسي للمدير من قبل الجهات المتنفذة من بغداد. وبالرغم من إبعاد المدير الأسبق للصحة، غير أن أذرع الفساد ما زالت موجودة وتتحكم في المديرية كيفما تشاء. مشاريع الإعمار المستشفيات الحكومية شبه معطلة ومتوقفة بسبب صفقات فساد وعمولات تقدر بملايين الدولارات. أحد نماذج الفساد في مستشفى ابن سينا في الموصل، إذ أحيل ملف المستشفى لشركة بطريقة مخالفة للقانون، وبعد تقديم رشاوي تقدر ب 28 مليون دولار، لكن الإحالة ألغيت بقرار مجلس الوزراء بعد الكشف عن نشاطات الفساد. ملفات مديرية الصحة ينخرها الفساد، ويوجد هناك عشرات الدعاوى مفتوحة لدى القضاء ضد مسؤولين في صحة نينوى على خلفية فساد ورشوة ومخالفات قانونية وغيرها من طيلة هذه السنوات حتى قبل ذلك. المدينة في حالة دمار، وأيضا ترك القطاع الصحي في هذا الإهمال، ولكن من له المصلحة في ذلك، في مسألة حالة الدمار وترك القطاع الصحي مهمل إلى هذه الدرجة؟ من المستفيد الأكبر أستاذة ثائرة؟ نعم، الصراع السياسي كان له الأثر السلبي على تقديم الخدمات الصحية في نينوى، وصحة نينوى وتخضع للمحافظة الحزبية كما نعلم، من أعلى منصب فيها إلى المعاونين ومدراء الأقسام والشعب والمستشفيات وغيرهم من المناصب. لا ننسى أن محافظة نينوى فقدت قطاعها السياسي من قبل حتى تحريرها، ومن يتحكم ويهيمن على واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري هي كتل سياسية لن تسمح بخسارة هذه المحافظة في الانتخابات هذه القادمة. يعني هناك أحزابا مهيمنة وعلى أغلب مشاريع الموصل دخلت بأكثر من قائمة، وخاصة الأحزاب الكبيرة والكتل السياسية الوافدة من خارج المحافظة، وهي ما يمكن أن نسميها بالأحزاب الموسمية التي تدخل مع الانتخابات وتأخذ المشاريع
وتهديها لذاك وذاك من المسؤولين، يعني في سبيل اغتنام الفرص، في سبيل الصعود، في سبيل اخذ يعني سيطره أدرع الفساد على هذه المواقع. نعم. ومنها مؤسسات الصحه. طبعا يتطلب هذا الملف يتطلب طوله وجوله من الحكومه عاجله لمحاصره الاشخاص المتورطين بالفساد والتقصير على حساب صحه المواطن، وعلى هيئه النزاهه الاشراف المباشر على ما يجري في صحه نينوى، ويسيما في ملف تنفيذ المشاريع واحاله وتجهيز المستشفيات باجهزه حديثه. نعم. من بغداد الكاتبه والباحثه العراقيه ثائره اكرم العقيدي، شكرا جزيلا لكم.